ونتحدث أكثر رولا عن استمرار التحركات وما نراقبه في الأسواق العالمية. تنضم إلينا لهذا الحديث نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك نادية. يعني بداية دعينا نبدأ من أسواق النفط وما شاهدناه من ارتدادة في جلسة أمس. الآن يعني كيف ممكن نفسر اليوم عودة التراجعات على الأسعار في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة؟ صباح الخير. يعني لم نشهد التراجع يعني الكبير في أسعار النفط، لا يزال WTI فوق ال 84 دولار و 86 لبرنت، فنوعا ما يعني لا تزال أسعار النفط مرتفعة، ونتوقع أو نعتقد يعني أنها ستكمل في هذه الارتفاعات مع السبلاي كاتس طبعا، ومع دخول فصل الشتاء نتوقع انخفاض الديماند. طيب نادية، لاحظنا في ظل هذا التوتر الجيوسياسي أو عادة تلجأ الأسواق إلى الملاذات الآمنة، الذهب، الين الياباني، الفرنك السويسري، لكن تحركات على هذه المجموعة وجدناها جانبية أفقية ومحدودة، فلماذا هذا الأثر المحدود على الملاذات الآمنة؟ هل السبب يعود إلى وجود ملاذات أخرى؟ يعني رولا، لاحظنا أمس أن بالفعل الدولار والذهب مع بعض طبعا كان في ارتفاع واضح، وطبعا في فجوة في سعر الذهب، يعني كان الأسعار عند 1835 وبعدين لقيناها عند 1850، فهذه الفجوة يعني كانت كبيرة للأسواق نوعا ما. وطبعا الآن أسعار الذهب لا تزال مرتفعة وتستمر في الارتفاع، ولكن يعني لا أعتقد أنها كانت محدودة، بل أعتقد أنها كانت كبيرة منذ أمس، ولكن الآن الأسواق digesting أو تهضم ما حصل في طبعا في فلسطين، يعني فلذلك نرى أن طبعا في safe havens أخرى فيها ارتفاعات من ضمنها طبعا الدولارين. طيب نادية، برأيك اليوم يعني الأثر على الأسواق العالمية، هل يمكننا القول بأنه قد يكون محصور في جلسات فقط ونعود لنسعر ربما الملفات الأبرز داخل الأسواق؟ يعني طبعا أعتقد أن الكوز بتاعت فلسطين كبيرة جدا وستؤثر وستستمر في تأثر على الأسواق. نعم عندنا يعني على الكالندر في الـ CPI وفي طبعا الفيدرالي، ولكن الأبرز الآن هو يعني الجيوبوليتيكال وونز اللي احنا نلاحظها الآن والتي تؤثر جديا على الأسواق. ونشكرك دائما نادية البلاسي وأنت محللة الأسواق في إيكويتي جروب. شكرا لك.